بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وقفنا في نهاية الفيديو السابق على موضوع البورتال فريم ابروكسيميت ميثود، ازاي نعمل له ستراكشر اناليسيس، وضربنا مثال قلنا عندنا فريم هنجد من في السبورت ويتم تأثير عليه بقوة بي في الطرف الايسر، وانه ممكن يتعمل له اناليسيس انه يتقسم الى جزئين، الجزء الاولاني انتي سيمتريكال لودينج والجزء الثاني سيمتريكال لودينج، ونتيجه السيمتريكال لودينج نتيجه الالاستيك كيرفتشر تقدر انك تعمل اسامبشن ان عندك رولر سبورت في الوسط. الشريحه اللي بعد كده بعد ما احنا عملنا رولر سبورت في النص بقى شكل الفريم عامل ازاي. ده ارتفاع الفريم، ولو تصورنا ان الهنج على اسمها ايه من تحت والكورنر ده اسمه بي والكورنر الثاني اسمه سي والهنج من تحت من الطرف الثاني اسمها دي، وادي الرول سبورت المسافه بتاعتها على بعد الا على 2، وده الجزء اللي هي كماله الفريم. لو حضراتكم بصينا على الجزء بتاع الطرف الايسر اللي هو الكونديشن بتاعت مين، اللي هي الكونديشن دي هنشتغل عليها الاول، اللي هي بي على 2 هنا وبي على 2 رايحه يمين. فمن السميشن بتاع الفورس سيجما اف في اكس دايركشن سو زيرو، سيجما اف واي دايركشن سو زيرو، وسيجما مومنت، عايزين نجيب الرياكشنات للرولر سبورت والهنج سبورت اللي هي السفلي. انت عندك بي على 2، طب الهنج هتشيل البي على 2 لان الرولر ما بتشيلهاش، يبقى هنا بي على 2 بي على 2 كده السيجما اف اكس خلصنا منها. اذا سمينا ده اي اكس فيبقى المركبه الافقيه عند السبورت اي اكس رايحه شمال. طيب اذا جبنا هنا البيندنج مومنت عند الـ A بيساوي صفر، هنقدر نجيب الرياكشن عند الـ B داش واللي هو B داش Y عن طريق انك تاخد المومنت، وعندك B على 2 في الـ H ديفايدد على الـ L على 2 لان هي على بعد الـ L على 2، هتدي لك ان الـ B داش Y B H على 2. انت بتلف هنا كلوك وايز، يبقى اللي بيقاومك انتي كلوك وايز، يبقى ده طالع لفوق. من المعادله اللي هي سيجما F Y بتساوي الصفر، انا عندي الافقي راح مع الافقي، طب الراسي ما عنديش راسي، سيجما اف واي يساوي زيرو، يبقى عندي هنا القوه دي طالعه لفوق، يبقى القوه الثانيه تماثلها في الماجنتيود وتعاكسها في الاتجاه، يبقى اصبح عندي الاي واي يساوي اتش على ال نفس القيمه ونازله لتحت. لو حضراتكم عملنا نفس البروسيدور في الطرف اليمين هتلاقي ان القوه دي فوق، هتنزل القوه الثانيه لان الاثنين نفس الجوينت هتقروا بعض، يبقى هنا بي اتش على ال نازله لتحت ودي طلع لفوق، وهنا البي على 2 راح يمين فبيرجع هنا الفريم بالنسبه للسبورت عند الدي بي على 2 هيجي شمال، وبالتالي نحصل على الوضع اللي حضراتكم شايفين. بي على 2 يقابلها بي على 2 في السبورت A، وبي اتش على ال في السبورت A نازل لتحت، اما السبورت دي فالرياكشن طالع فوق بي اتش على ال، والرياكشن الافقي بي على 2 رايح شمال زائد البي على 2 والبي على 2. لو جينا جمعنا هذا الكلام يبقى الفاينل سيتويشن، وجبنا النورمال فورس دايجرام والشير فورس دايجرام والبوم دايجرام، يبقى انا عندي هنا تنشن هيمشي لغايه فوق بي اتش على ال، بعدين هنا عندي الشير بي على 2 بيشد والبي بيضغط، يبقى عندي ماينس بي على 2 يمشي لغايه الاخر لغايه الطرف ده، وعندي هنا الكومبريشن بي اتش على ال طالع من السبورت دي لغايه فوق. بالنسبه للشير فورس هنا بوزيتيف شير فورس بي على 2 هيستمر لغايه فوق مفيش قوه بتقابله، وبعدين هنا البي اتش على ال زي ما احنا متعودين اللي هو انتي كلوك وايز يبقى نيجاتيف، يبقى ننزل بي اتش على ال بيستمر لغايه الجردر لغايه الطرف، واما الرياكشن ده نعتبره نيجاتيف يبقى بي اتش بي على 2 طالع لفوق نيك. بالنسبه للبندنج مومنت، البندنج مومنت عندنا بي على 2 اتش، وبعدين بيروح هنا في الكورنر بيقلب ويطلع هنا، يبقى النقطه هنا الرولر سبورت جاي في الوسط، وبالتالي بيقلب الرينج مومنت يوصل هنا بي اتش على ال، والكورنر هنا بي اتش سوري بي
اتش على 2 لان ده في النص وده دي اتش بي على 2 ضرب اتش. وده بيفكرنا بحاله الدبل كيرفتشر اللي بنتكلم عليها، ان هو الاثنين بيلفوا كانهم بيجروا ورا بعض، واحد بيعمل كيرفتشر هنا والثاني بيعمل كيرفتشر هنا. طيب ده نفس الكلام هنا موجود، بس انا حبيت ان انا اشير اليه ببعض من التفصيل، ان هو عمل ادي الكونديشنز وده الرولر وده الرولر وهم الاسيوم بهنج، وعمل هنا ودخل حاجتين ودخل بيه على 2 استنتج الكلام ده. بس لما جاء يرسم هما الطريقه بتاعتهم زي ما حضراتكم عارفين الاستراكشر اناليسيس، هو بيرسم في البوزيتيف دايركشن مش عند ديل السهم زي ما احنا متعودين، وبالتالي هو عندي البندنج مومنت هنا بيعتبره بوزيتيف، فهو الجزء بتاع الديتم بيعتبر ده البوزيتيف فبيرسم هنا ويرجع يقلب تاني. الوضع الثاني بالنسبه للسكند كيس اللي هو الفريم فيكسد ات ذا بيز، بيفترض الانفليكشن بوينت في نص الارتفاع، وبالاضافه الى الهنج اللي تم حسابها في النص السبان بتاع الجردر، يبقى الجزء الفوقاني اللي هو فوق الهنج الممثل قدام حضراتكم بارتفاع اتش على 2 بتاثر عليه بقوه بي، وهنا هنج. ده هو نفس الجزء اللي احنا حليناه بورتال فريم هنجد من السبورت لو خدنا الجزء ده، ولكن الفرق بينه وبين الثاني ان ده ارتفاعه اتش على 2، فبنستفيد بالقيم اللي احنا استنبطناها على اساس ان احنا عندنا الفورس بي اتش على ال عند ركيزة، وبي اتش على ال هنا الطرف الشمال نازل لتحت، وهنا بي اتش على ال طالع لفوق. يبقى هنا عندنا بي على ال في الارتفاع بتاعنا هو اتش على 2، يبقى هنا بي على ال اتش على 2 نازل لتحت، وفي الطرف التاني بي اتش على 2 على ال نازل طالع لفوق. عند الهنج اللي هي بتاعت نص العمود الفورس تبتدي تعكس اتجاهها، فالبي على 2 اللي راح من اليمين للشمال هيقابله بي على 2 متجه من اليسار الى اليمين، والفورس اللي نزل لتحت يقابلها فورس طالع لفوق. طب بالنسبه للبندنج مومنت هنا ايه وضعه؟ البندنج مومنت هنا نتيجه الكابل اللي هو بي على 2 بي على 2 هيلف بهذا الشكل كده، وبالتالي البندنج مومنت اللي جاي من السبورت هيعكس معاه، هيبقى قيمته بي على 2 اتش على 2 يبقى بي اتش على 4. تعال بص في الجزء اليمين، عندي بي على 2 من اليمين للشمال هيقابل بي على 2 من الشمال لليمين، وعندي بي اتش على 2 ال طلع لفوق يقابلها بي اتش على 2 ال نازله لتحت. يبقى عند السبورت يبقى الرياكشن بي اتش على 2 ال طالع لفوق، والبي على 2 اللي كانت رايحه شمال يقابلها بي على 2، يبقى الكابل بتاعنا بي على 2 وهنا ضرب الاتش على ال 2 اديك بي اتش تربيع على 4 بيلف كلوك وايز يقابله مومنت في الرياكشن بي اتش على 4 ديل السهم اللي جوه. يبقى اول ما البيندنج مومنت لو تخيلت ان هو سوبر بوزيشن لجزء نيجاتيف عند السبورت، بالاضافه الى ان هو هيطلع بقى يبتدي من الزيرو لغايه فوق، فالجزء ده بيبقى الرياكشن بيبقى السلوب عنده بزيرو، بعدين بيروح طالع لبره على اساس البيندنج مومنت زي ما حضرتك شايفين بيطلع لبره. تعال بقى نشوف البيندنج مومنت ديجرام وتجميعه الفورس زي ما هو رسمها، بس هو بيرسمها زي ما اتفقنا بطريقة مختلفة. ادي البي اتش على 4 وبي اتش على 2 ال اللي هي نازلة لتحت، نفس القيم اللي احنا طلعناها قبل كده، بس هو بيرسم بطريقة مختلفة شوية عن الطريقة اللي احنا بنرسم فيها، حتى دوس لقدر السهم الى الخارج واعمله الى الداخل، لكن نفس القيم بتاعت. طيب ايه الموضوع بقى الجديد؟ موضوع اللي هو الام من هذا الرابط من ASCU ومن ASCU CEE 542، فيه معلومات مهمة أنا حطيته لحضراتكم بالنسبة للستراكشر ستيل ديزاين، وخدت منه الملاحظات بتاعة الام كونديشن، هنستكملها مع بعض إن شاء الله في اللقاء المقبل. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.